مثل ما ذكرت انه راح نضيف كمان حلقه على هذا الموضوع اللي نتكلم يمكن اكثر تفصيليا. أيوة. يعني الحيوانات مثلا كيف وسعت في داخل الفلك واعدادها ايه واعداد الحيوانات وبعدين الاحجام اذا كانت طبعًا. احجام كبيره واحجام صغيره. ماذا عن الاكل الشرب yeah. ماذا عن التهويه ماذا عن الروث ماذا عن يعني انا لما كنت معك بالفلك الحاجه اللي بهرتني كمان هو كيفية الريسايكلينج yes. لو إعادة التشكيل حتى يعني الأشياء في داخل الفلك حتى yeah. تكون التهوية والأصوات الحيوانات yeah. يعني أنا بس صوت عايز... الغراب يعني الله يستر ما هو عايز بس أحط تعليق صغير إن الرب قال له اعمل كوة نعم. في الفلك والكوة دي حاجة كبيرة اسمها الكوم نعم. بمقدار ذراع الرب قايل له إنها تكون نص متر تقريباً بالمقدار ففي تهوية وفي إضاءة نعم. لأنه مش ممكن تعيش في ظلمة 371 يوم لا وطبعا يعني هو في كتير اللوجيستكس خلينا طبعاً. نقولها هاي من ضمن حلقة واحدة